من خلالكم نحب نتوجه للشعب التونسي كله. معنا نعرف الفقر ولكن نعرف شكون اللي قاعد يتاجر بالبؤس والفقر بتاعه. ما تخليه حد يتاجر بالبؤس، ما تتعرضوا لحد لا في أرض ولا في مال ولا تتعرضوا للأملاك بتاع الناس. نحن وصلنا لهذا بناء على القيم الأخلاقية مش بناء على السرقة ولا النهب. فما ناس دخيلة تحب تسرق وتنهب وتخرج في الليل. أنا أتكلم اخترت مش أتكلم لنا من حي الانطلاقة ومن حي التضامن فضلا عن أنكم أبناء الحي اللي نسكن فيه. فضلا عن هذا نحب نوجه رسالة إلى كل التونسيين من خلاله، وأن شباب تونس الثائر عمره ما كان لص ولا سام. الناس تحب توظف، الشباب تحبوا تخدموا ولكن ما تعرضوش لأي كان، ما تعرضوش لأي كان لحظة واحدة ساعة، ما تعرضوش لأي كان. انتم عندكم الحق مش تعبروا عن رأيكم ولكن حبوا تعطيوا درس للعالم